سلام الله عليكم الأصدقاء. الشغف والتدفق الديني، كل إنسان بغي يولي منجز ويولي مبدع، ولكن إلا شفنا اليوم بأن الثقافة الاستهلاك وأننا كنا تنضيع الوقت ديالنا مشاهدة الأفلام والمسلسلات والألعاب ديالنا. السؤال اللي غنطرحه على نفسي ونطرحه عليكم، كيفاش نلقاو الشغف ديالنا وكيفاش نوصلوا لكشي اللي تنبغاو نديرو، الأهداف اللي بغينا نحققوها. إذن الأصدقاء، باش تلقى الشغف ديالك خص يكون عندك واحد الإنجاز وواحد الأهداف واضحة. كنا تنقلبوا على الدوبامين. إلا سولتي علماء النفس بأن شنو هو الحافز الأساسي اللي كيخلينا نديرو أي سلوك، هو الإحساس بالمتعة. منذ مرحلة الطفولة ونحن نبحث عن المتعة بطرق مختلفة ومتنوعة، ولكن المشكل اليوم اللي تنعيشو فيه هو أن ثقافة الاستهلاك والثقافة ديال الشركات الكبرى أننا تتخلينا دائما نستهلك المنتوجات ديالها، أفلام، مسلسلات، ألعاب الفيديو، تنضيع الوقت في كثير من الأنشطة اللي هي ما تخليناش نحددو الشغف والأهداف اللي بغينا نوصلوا لها. اذا باش نوصلوا الشغف ديالنا خصنا ننتقلوا من العقليه ديال المستهلك، اذا تحققنا ما يسمى الادمان. يعني شنو هو الادمان؟ هو واحد السلوك تنكرره حتى تيولي اشتراطي، ما تنقدروش نتخلصوا منه. علاش؟ لان باش نحققوا المتعه خصنا نديروا ديك السلوك. اذا هنايا خصنا ننتقلوا من العقليه ديال الادكشن ديال المدمن الى العقليه ديال المنتج ديال الكرياتور. والمبدع اللي كيبدع خصو ينتقل من هذه العقليه للعقليه الثانيه اللي هي العقليه ديال الكرياتور. إذن الأصدقاء، إذا سولنا أي مبدع، فنان، مهندس، رسام، رياضي، غلقوا بأن الحاجة اللي مشتركة بيناتهم هو أنهم تقضيوا أكبر عدد من الوقت في الشغف اللي تيبحثوا وتيقضيوه من خلال أنهم مبدعين ومنتجين، ماشي من خلال أنهم مستهلكين. مثلا أنا شخصيا كتجربة فردية، كنت دائما تعجبوني نقراو الكتب وكان تعجبني أنني نبارطاجي المعلومات مع الناس، ولكن ملي دخلت لصناعة المحتوى في الإنترنت وبخصوص في يوتيوب، انتقلت من أنني نولي مستهلك للفيديوهات في يوتيوب أنني ننتج فيديو. هذا الأمر هذا أعطاني واحد الشغف وأعطاني واحد الإحساس بالمتعة والدوبامين. فنفس الأمر أنني كل ما تندير فيديوهات بزاف تتزاد النسبة ديال الدوبامين وديال المتعة عندي. حين أني باش كنت مستهلك، أنني كل ما تنستهلك أكثر تنحس بالمتعة أكثر، ولكن ما تنزيدش لقدام، ما تنطورش على مستوى المهارات وعلى مستوى ديال لي سافوار فير. إذا أعزائي المشاهدين، أول خطوة باش نبداو العملية ديال البحث عن الشغف، وقف مصادر ديال الاستهلاك، وقف المصادر ديال الإدمان، بعد من الهاتف الذكي، بعد من المواقع ديال التواصل الاجتماعي، لأن مواقع التواصل الاجتماعي غتخليك دائما مستهلك وما غادي دير حتى شي إنجاز. اول حاجه غديرها هي غتجلس مع نفسك وغتحط واحد الورقه وتوضع فيها الاولويات اللي باغي تحقق، الاهداف والطموحات اللي باغي دير. وهنا هذه هي اول خطوه باش نوصلوا للشغف ولا الاهداف اللي بغينا. المساله الثانيه هو اننا نطوروا الهوايات ديالنا، نطور الهوايه ديال الرياضه، مارس اي رياضه، الجري، السباحه، دير اي نشاط فيه فعاليه اجتماعيه، دير واحد المساعده مع واحد الجمعيه، دير واحد الاكتيفيتي سوسيال، حاول تطور البنيه الاجتماعيه والتواصل ديالك. وبهذه الطريقه هذه غادي تنمي العقل ديالك انه يفكر في الانجاز، وكل ما طورت الانجاز كل ما توسعت دائره الخيال، لان الخيال ديال الانسان هو المصدر ديال الابداع ديالو. فكل ما وسعتي دائره الانجاز ديالك غتطور الافكار الابداعيه اللي ممكن توصلك الاهداف والطموحات اللي باغي تحقق. وفي هذا السياق يمكن لي نستحضر واحد الكاتب فرنسي رائع جدا، ونتمنى انكم تصنتوا المحاضره ديالو وتشوفوا الكتاب ديالو اللي هو كومون ليفيغي فوتخو سيرفو، دريس أبركان. تقول بأن باش نوصلوا الشغف خصنا ثلاثة ديال الأشياء أساسية. أول حاجة الحب، أننا نحبوا داك الشيء اللي تنبغوا نديروا. بحال دابا أنا تنبغي ندير هاد الأمور اللي ندير دابا، أنني نصور فيديوهات فيها معلومات، فيها مراجعات كتب، أنني نكتب مقالات في المدونة ديالي، هذه كلها أشياء تطور المهارات ديالي. المسألة الثانية وهي التركيز، ما يمكنناش ندير واحد الإبداع بدون تركيز. ولاحظت معي ان العباقره كاملين كانوا يركزوا واحد المده طويله على واحد النشاط باش يحققوا واحد الانجاز. من جهه اخرى خصنا يكون عندنا الوقت، اي تعلم او اي نجاح خصو وقت باش نوصلوا لديك الانجاز اللي باغي نحققوا، والوقت هو اللي تيخلق الفرق بين المبدعين وبين غير المبدعين. اذا كيفاش يستغلوا الوقت المبدعين من خلال انهم يركزوا على الانشطه المهمه اللي فيها فائده لهم، لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى الاجتماعي. اذا عزيزي المشاهد، تحتاج الى رحله طويله لكي تحقق شغفك. الشغف لا يأتي بين ليلة وضحاها، الشغف هو مسار، هو نوع من الصيرورة نتعلم فيها كل يوم أشياء جديدة، تحاول أن تنهض وتسقط، تحاول أن تنهض وتسقط. فلذلك أقول لكم بأنه ابتعدوا عن مصادر الاستهلاك ديال الدوبامين، لذا تخلقنا الإدمان. واليوم الشباب تعاني من الادمان ديال جميع الانواع ديال الادمان، لا على المستوى المباشر اللي هو الادمان ديال المخدرات والادمان ديال الكوكايين وغيرها، ولا الادمان بمعناه الافتراضي، ادمان ديال الافلام.
كل هذه الإدمانات تخلق لنا واحد العقلية فقيرة وليس لديها القدرة على الإبداع، في حين أن عقلية المبدع عقلية الشغوف أنه تنتج، أنه تطور المهارات ديالك، أنه تتحسن كل نهار. إذن عندما توسع دائرة الشغف ديالك تتسع معه أفكارك وتتسع معه طموحاتك وخيالاتك وإمكانياتك الذهنية والعقلية. إذن أي حاجة بغيتي ديرها خصك تنتقل من الاستهلاك ديالها لأنك تنتج. إن دائما انتقال من المستهلك أو من عقلية الأدكشن المدمن على واحد المجال بمنطق الاستهلاك إلى عقلية المبدع يحتاج منا إلى قفزة، وهذه القفزة هذه ماشي سهلة لأنها تخرجك من منطقة أو ما يسمى دائرة الأمان لزون دو كونفورت. كلنا عندنا دائرة الأمان، وديك دائرة الأمان هي العائق الأول اللي تمنعنا كاملين أننا نوصلوا الأهداف ديالنا، لأن أي حاجة بغينا نوصلها سنخرجوا من النمط التقليدي ونفكروا خارج الصندوق. إذن أعزائي المشاهدين تبارك الله عليكم، نتمنى أن هذا الفيديو لا الإعجاب ديالكم وتبارتاجوا هذه المعلومات وهذه الأفكار مع الأصدقاء ديالكم، وأنا غنخليكم في صندوق الوصف مجموعة المقالات اللي كتبتها حول موضوع الشغف وكيفاش تطور الشغف ديالك وتستمر فيه وتلقاه، لأنه كما تقول أينشتاين أنا لست عبقريا وإنما فضولي، فالشغف يرتبط بالفضول، فكونوا فضوليين ولكن ماشي في الخواوي إنما في المعرفة. وتبارك الله عليكم.